فوالا غادي نحبس هذا ونحبس لا فوتو ديالي. لي فيديو نحاولوا ما نديرهمش باش ما نتقلوش لا كونيكسيون. نتمنى الكونيكسيون تتم غادي مزيان. مرحبا استاذه، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بالحضور الكريم وتنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بمن أتانا بتحية وسلام، يريد منا الترحيب بأحلى كلام، يريد منا أن نعلن انضمامه إلى هذه الصفحة المباركة، صفحة المحبة والعطاء والطاقة الإيجابية. سعيدة جدا جدا بتواصلي معكم على هذه المنصة التكوينية، راجية من الله عز وجل باش تقضيوا معايا ساعة مليئة بالمتعة والإفادة بإذن الرحمن. وتنقول لكم شكرا مرة أخرى على الحضور ديالكم، أعطيتوا من وقتكم وجيتوا باش تحضروا معنا، وكنتمنى نكون عند حسن التوقعات ديالكم بإذن الله تعالى إن شاء الله. أول حاجة هو نبنيو النية ديالنا في هاد اللقاء المباشر، يعني نفيضوا النية ديالنا بأننا بغينا نستقبلوا كل ما غيجي في هاد اللايف هذا ان شاء الله. والنية يعني راها كتلعب واحد الدور كبير كبير جدا، بحيث ان ما جاء في النية اش كيتقال على النية؟ تعلموا النية فانها ابلغ من العمل، على قدر النوايا تاتي العطايا، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. إذا غادي نديرو إيدينا على قلبنا ونغمضوا عينينا ونويو استقبال هذه السنة، يعني بكل بوفرة وبأريحية، ونويو كذلك استقبال كل ما غادي يجي في هذه الدورة إن شاء الله. شكرا لكم. اذا هاد المباشر هذا غادي نطرق فيه واحد مجموعه ديال المحاور، ولكن اهم محور هو التحرر الطاقي، لانه مهما حطينا من اهداف السنه الجديده ومهما خططنا راه ما يمكنش تجلى هاد الاهداف الا احنا ما نظفناش الداخل ديالنا. ضروري من عمليات التنظيف، راه بحال بغيتي تدخلي واحد الفراش جديد للدار، راه ما يمكنش تدخلي فراش جديد والدار موسخه، ما يمكنش. ضروري خصنا عمليات التنظيف. اذا بعد النيه، بعد ما نوينا النيه، نوينا استقبال هذا اللايف هذا ان شاء الله، غادي ندخل المحاور. المحور الاول هو سلبيات وإيجابيات سنة 2020 بما لها وعليها. إذن فهاد السنة هذه كيف كتعرفوا جميع كانت سنة استثنائية وسنة معلمة بامتياز. لا فاطمة اسمحي لينا، اللي اكتيفي الميكرو ديزاكتيفي، كاينه الموسيقى وكتشوش علينا شويه. شكرا. دابا كتسمعوني مزيان؟ وي لا فاطمه، شي حد كنشعل الموسيقى، داك الشيء علاش هكا. اذا كنطلبوا من الحضور باش يديزاكتيفيو لي ميكرو ديالهم. شكرا على التفاهم ديالكم. إذا قلت بأن سنة 2021 هي سنة استثنائية وسنة معلمة بامتياز وبكل المقاييس. إذا غادي نمشيو للجانب السلبي ديالها هو الأول، عاد غادي ندوز للجانب الإيجابي أشو تعلمنا منها. بالنسبة للجانب السلبي، فعلا كانت
إكراهات صحية بحيث الإصابات كانت كثيرة والوفيات كذلك كانت كثيرة. ومن هذا المنبر هذا أدعوكم لدقيقة ترحم على كل أرواح اللي غادرتنا في هذه السنة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرحم الجميع. إذا قلت كان إكراهات صحية الوفيات، كان إكراهات اقتصادية بحيث كان ركود اقتصادي على مستوى العالم، وكان إكراهات نفسية وهي الأخطر بحيث الناس خافوا من الإصابة بالمرض وخافوا من الوفاة، بحيث أن الناس يتوفوا على حساب ما تقال يعني في المنابر ديال الصحافة، أن واحد النسبة كبيرة ديال الناس اللي ماتوا ماتوا بالخوف هو الأول، كانوا خايفين بزاف لأن العامل النفسي كيلعب واحد 70% في الشفاء ديال 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 المرضى. إذا هذا الجانب السلبي يعني درتو غير مقتضب فقط، ما بغاش نطول فيه. نمشيو الجانب الإيجابي. ما نساوش أن هاد السنة علمتنا، قلت الشيء الكثير، جعلتنا ننمو ونحن في مكاننا. حنا جالسين في ديورنا، وخاصة ديك 3 شهور الأولى ديال الكونفينمون حنا جالسين في ديورنا ولكننا ننمو. تعلمنا كثير من المهارات، كل واحد واش تعلم، كان يتعلم يقرا مزيان في الكتوبه، كان يتعلم يعني العمل على الحاسوب، كان اللي يتعلم الطبخ مزيان، كان اللي يتعلم يعني بزاف الناس تعلموا مهارات كثيره جدا. علمتنا كذلك ما يلي. السلام عليكم. علمتنا هذا الجرثومة الصغيرة المجهرية. إذن على أي ترين اقصرنا في سنة 2020؟ ننتظر الأستاذة، الصوت مش عندها. أستاذة كريمة، علمتنا أن قوة الله صاف. إذا قلت هاد السنة علمتنا الكثير، علمتنا الكثير، قلت علمتنا أن قوة الله تتجلى في أضعف خلقه، أن القرب من الله اطمئنان وسكينة، أن أبسط العادات أصبحت معيدة المنال، أن للصمت والسكون هيبة، أن للذات كلاما لم يتسنى لنا سماعه. ما عمرنا جلسنا مع ذواتنا إلا في هذا الحجر المنزلي. علمتنا أن العالم ليس كما نظنه، علمتنا أن الجلوس مع الأبناء أهم من 1000 كتاب في التربية، علمتنا أن للقاء الأحبة والأهل والأصدقاء طعم خاص كالملح على الغذاء، علمتنا أن ثقتنا برب العالمين تجعلنا نؤمن بأن مع العسر يسرى. إذن هذا هو المحور الأول. غادي ندوز للمحور الثاني. ما هو أو ما هي علاقة فيروس كورونا بسنة 2020؟ علاش بالضبط هذا الفيروس المميت القاتل ارتبط واحد ارتباط كبير بهذه السنة؟ حسب خبراء الطاقة، حسب خبراء الطاقة قالوا بأن اقتران سنة 2020 بهذا الفيروس هذا راجع إلى علم الحروف أو ما يسمى بعلم الجفر.
علم الجفر. سي حسن ورينا علم الجفر، الله يجازيك بخير. هو استاذه فوالا. اذا علم الجفر كيتسمى بعلم الحروف، بمعنى ان لكل حرف رقم وطاقه، ان لكل حرف رقم وطاقه، بحيث ان هاد السنه هذه اولا الى جمعناها كتعطينا 2020 كتعطينا رقم 4. كذلك هاد السنه ورقم 4 هو رقم مشؤوم حسب خبراء الطاقه. كذلك جات يوم الاربعاء يوم الرابع من السنه من الاسبوع عفوا. كذلك حروف كورونا، انتم كتشوفوا معايا هنا في هذا الطابلو هذا، الكاف 20 رقم ديالو 20، الواو رقم ديالها 6، الراء الرقم ديالو 200، والواو كذلك 6، الواو معاوده جوج ديال المرات، النون 50 والالف 1، بحيث مجموع 283. الى درنا جوج زائد 8 زائد 3 كيعطينا رقم 13، وواحد زائد 3 كيعطينا رقم 4. اذا 2020 فيها رقم 4، جات في اليوم الرابع من الاسبوع وكلمه كورونا عطاتنا رقم 4. اذا هذا رقم 4 كيتشأموا منه بزاف بزاف ديال المناطق عبر العالم، وبزاف في المناطق الاسيويه بحال الصين، بحال سميتو اليابان، بحال كوريا، وكيسميو التيترافوبيا. ما معنى التيترافوبيا؟ معناها التيترا معناها أربعة، وفوبيا معناه الخوف المرضي، الخوف المرضي من هذا الرقم، بحيث هذا الرقم في هذه الدول ما تلقاوش لا في الأرقام، لا في الأرقام ديال الغرف ديال الفنادق، ولا في استاذ الميكرو مشى ديزاكتيف عندي. كملي استاذ ما سمعناكش. مال الرقم 4؟ الو وي استاذ كملي. رقم 4 في لوطيلا صافي كتسمعني دابا؟ وي كنسمعوك استاذ فاطمه. دابا رقم 4 هو رقم مشؤوم طاقيا، كتسمعوني؟ كنسمعوك استاذ مرحبا. وي سي حسن كنسمعوك استاذ تفضلي. صافي اذا قلت التيترافوبيا، التيترافوبيا كيعطينا رقم 4. الى مشينا والغربيه هنالك واحد الفيلم ديال سعد المجرد كان داروا في 2014 سميتو الروح، قلبوا عليه في الانترنت وغتلقاو الصوره ديال سعد المجرد وحداها رقم 13. هذاك الفيلم لحد الساعه ما خرجش، ومن بعدو يعني تشد في السجن وهذا، وقولي مشاكل كثيره بزاف. شوفوا هذا ما قيل عن هذا الفيلم اللي هو مرتبط برقم 13. اذا فرقم الحروف او طاقه الحروف راها كاينه في علم الطاقه. اذا هذا السبب الاول علاش سنه 2020 يعني كانت مشؤومه وكانت سيئه لأغلب الناس وفي أغلب الدول. كذلك حاجة أخرى، علماء الطاقة يقولون أن هذا سبب ديال الوجود ديال هاد السنة استثنائية بهذا الشكل، وسبب وجود فيروس كورونا راجع إلى يعني الفساد اللي ولا كيعم العالم كله. كيعم العالم كله، علاش؟ هاد الفساد منين جا؟ جا بالابتعاد ديالنا على الله سبحانه وتعالى. يعني قد ما كان بعض الله كنقدروا نديروا بزاف ديال الخروقات، بزاف ديال الاخلاقيات، بزاف ديال الفساد. وهذا الشيء منين تيجي؟ تيجي من عدم تنشيط شاكرا التاج، كنعرفوا كلكم كتعرفوا جميع، وبزاف الناس اللي حضروا معايا الدوره ديال الطاقه كتعرفوا ان عندنا سبعه ديال الشاكرات الرئيسيه وكلها بالالوان الا شاكرا التاج فهي شاكرا نورانيه ما عندهاش لون، وكل الشاكرات اللي بالالوان كتغذى على حسب اللون ديالها. مثلا شاكرا الجذر لو لها لون احمر كتغذى باللحوم، مثلا شاكرا الضفيره الشمسيه باللون الاصفر كتغذى بكل ما هو اصفر، وهكذا. اذا شاكرا التاج ما عندهاش لون، باش كتغذى بالصوم واللباس الابيض.
احنا الناس ديال الطاقه تيقولوا ان مادام كثر الفساد معناه ان ما بقاش عندنا واحد صفاء روحي، ما بقيناش كنخافوا من الله. اذا ف اش بغات تقول لنا هذه السنه؟ بغات تقول لنا عاودوا ترتيب ديال رحنا قصرنا بزاف في الركن الروحي. وكما قلت هاد الشكرة هادي تنشط بالصوم وباللباس الأبيض، وشاش في رمضان كترتفع الروحانيات ديالنا في شهر رمضان، يعني كتولي العبادات كثيرة بزاف وكنقربوا من الله سبحانه وتعالى عن طريق الصوم. إذن فهذا المحور الثاني اللي تشرح لنا حسب خبراء كونيكسيون تقيله شي شويه. عاوده استاذه راه ما سمعناش هذا الشيء. علاش هذه السنه 2020 كانت سنه سيئه؟ اما بالنسبه لسنه 2021 يقال الرقم ديالها 5. عاودي استاذه ما سمعناكش. طبعو طارد حسب الكواكب. عاودي مشات الكونيكسيون. نعم. استاذه عاودي لنا المقطع الاخير هاد جوج واحد دقيقه حيت مشات نعاود من 2021 2021 سيري سيري استاذه وي 21 وي 2021 الرقم ديالها 5. إلا جمعنا الأرقام كنلقاو 5، يقول خبراء الطاقة غتكون أفضل من سنة 2020، لأن رقم 5 من التأصيل العلمي ديالو كيجي من 5 صلوات، كيجي من أركان الإسلام 5، يعني 5 ديال الأصابع إلى آخره، هادشي اللي تقال، وتقول الأقل هي غتكون حسن من 2020، غتكون أفضل، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ودخلنا بزيادة الرزق إن شاء الله لينا كلنا بإذن الرحمن. دابا غادي ندوز للتحرر الطاقي، وهذا وصل بالموضوع. كما قلت لكم قبيله راه ما يمكن ليناش ننجحوا في وضع الاهداف ديالنا وتحقيقها الا ما نظفناش الداخل ديالنا. راه ما يمكنش ان يعني نجيب شي حاجه جديده وانا ما مخلصاش من الحوايج القدام، ما يمكنش. وهانتوما شوفوا معايا، مثلا الا جي عندنا شي ضيف، اشو كنديروا لجا شي ضيف؟ كنوجدوا ليه، تنقادوا الدار وتنديروا الماكله مزيانه وحنا كنتقادوا وكنلبسوا مزيان. كذلك السنه ديال 2021 خاصنا نستعدوا ليها، خاصنا نستقبلوها احسن استقبال باش حتى هي تهلا فينا طاقيا. انا كنتكلم معكم طاقيا، راه هاد اللايف هذا راه ما غندير فيه لا تخطيط لا والو، واحد شويه في الاخر غنتكلم عليه، ولكن انا اللي كيهمني هو كيف ما كان التخطيط ديالكم يتحقق بعد التنظيف، هذا هو الاساس. اذا غادي نبدا بالتحرر الطاقي على مستوى طاقه المكان، على مستوى الاشخاص، يعني العلاقات، وعلى مستوى الظروف كذلك. عاد غادي نمشي نبداو بالتحرر الطاقي على مستوى طاقة المكان. تقول لك لا مكان للقديم، هذا الطقس الأول، لا مكان للقديم، اللي ما فيه انفع ادفع. والطاقة كيف سنعرفوا جميع ما يمكنش يكون عندها السريان مزيان في البيوت ديالنا إلا خاص يكون اتساع، ما يكونش زحام، ما يكونش لوسخ، يعني الطاقة خاصها فين تسري. إذا غادي نبدا على مستوى طاقة المكان، غادي وكذلك كما قلت العلاقات والأشياء كذلك. وأول حاجة غادي نبداو بها هو هذا التليفون هذا. علاش؟ لأن التليفون اللي مرتبطين به معنا يوميا، ولا لاصيق بينا وحنا لاصيقين به.
يعني الطاقة ديالته اندمجات مع الطاقة ديالنا. خصنا هذا التليفون هذا خصنا نضفوه، خصنا نضفو التليفون. أول حاجة، أول حاجة نحاولوا باش نغيروا الغطاء ديالو والخلفية، الخلفية ديالو الخلفية تكون يعني تكون الدبدبات ديالها تجيب لنا الوفرة. ما معنى هذا؟ نعطيكم انا غير مثال. انا في الخلفية ديالي الداخل دايرة صورة ديال واحد التليفون من دوك اللي كان تليفونات فيكس، ومكتوب فيها اسمع اخبار سارة من تليفوني. هذه خلفية دايرها انا مثلا، هذا كان مثال عطيته لي. اذا فنغيروا الخلفية، نغيروا البروفايل. يا الله على البروفايل، راه معانا اخوات دابا كيتصنتوا ليا، راني عيطت لهم في الخاص باش يبدلوا البروفايل، لان حنا دابا كنتكلموا راه الكون دبدبي، راه حنا كلنا كلنا جماد وحيوانات وانسان وكل شيء، عندنا دبدبات اللي غاديه مع الكون. اذا هذا البروفايل كيلعب دور كبير في حياتنا. تصوروا كاين اخوات توفى لهم بعض الاقرباء ومشات 3 شهور 4 شهور 6 شهور باقا دايره لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا دايره ان لله وان اليه راجعون. عرفتوا شنو هي هذه؟ هذه كتعني طاقه الموت. وكنعرفوا الدبدبات كتمشي في الكون وكتجيب لنا الشبيه ديالها. والاخوات اللي حضروا معايا لطاقه المكان راهم راه غادي يفهموني مزيان اش كنقول. اذا فهاد البروفايل خاصة نديروا فيه شي حاجه اللي غادي تسعدنا. اللي مازال ما مزوج يدير مثلا بروفايل فيه جوج طويرات، ولا فيه جوج خويتمات، ولا فيه جوج فراشات، ولا عريس عروسه مثلا، ولا الناس اللي بغاو وليدات يديروا اطفال صغار، تصاور ديال الاطفال صغار. الناس اللي بغاو شي سياره جديده يديروا السياره اللي بغاو. ما تنساوش هذه المساله، راه كنسمعوا ديما حنا قانون الجذب. وعلى فكره بين قوسين راني كنوجد لكم في واحد الدوره بعنوان ما لا تعرفه عن قانون الجذب. انا خدامه عليها ان شاء الله، من وجدها غادي نعلن عليها باذن الرحمن. اذا هذا البروفايل ردوا معاه البال، الله يجازيكم بخير، ردوا معاه البال. صوروا واحد الوليد كنخدمت معاه واحد استشاره الغالي. هذا الولد حياته مقلوبه، والله العظيم حياته مقلوبه. ملي جيت نشوف البروفايل لقيتو داير واحد المدينه بالعمارات ديالها مقلوبه، وواحد السيد شاده واحد القلبه ونازل منها. اش كتعني هذه؟ يعني حياته غتكون مقلوبه. هادشي طاقيا، والله كنهضر معكم بشكل طاقي. ردوا البال البروفايلات ديالكم، وحاولوا راه ننزل لكم ان شاء الله في الصفحه انواع ديال البروفايلات حسب النوايا ديالكم. انتم غتختاروا من اللي بغيتوا، ولكن الا ما عجبتكم شي حاجه يمكن لكم تقلبوا، راه عطى الله ما يتقلب في جوجل وفي هذا، راه عطى الله تصور. اذا قلنا نبدلوا الخلفيه، نبدلوا الغلاف، نبدلوا هذيك لونتيكاس. كنشوف انا بزاف الناس عندهم لونتيكاس كاع مشرطه كاع مشقوقه ومخلينها، لا هذه ما خصهاش دار. نبدلوا كذلك، نتخلصوا من الصور الحزينه والصور اللي عندها احداث سيئه لنا. والاهم من هذا الشيء نتخلصوا من الاشخاص اللي اذونا واللي تسالينا معهم العلاقه ديالنا، او اشخاص عندي في الريبرتوار ديالي ما كنتعاملش معهم، ما كنتواصلش معهم. هادو كيعطيني واحد الطاقه اللي هي راكده. هذا التليفون خصنا نقيوه، وما نكرهكمش تفورماطيوه كاع، واذا امكن شريو تليفون جديد غتكون افضل ماشي مشكل، ما هو تنظيف نظفوه. اذا هذا بالنسبه للتليفون. حاجه اخرى كذلك، النوايا ديال العام اللي فات كلكم كتبتوا اهداف ما تحققاتش، حتى هي كنحرقوها كنحيدوها غنرجع لها من بعد. كذلك نمشي للملابس. الملابس الله يرضى عليكم، راه حنا كنبقاو نشريو ونحطو نشريو ونحطو نشريو ونحطو، شي كيجيد على شي، تما واحد الوقيته ما بقاش كيجيونا حوايج جدد. اذا خصنا اللي ما عندنا بها غرض وعينا منها نصدقوها، نغسلوها مزيان، نطويوها، نريحوها ونصدقوها كالناس اللي محتاجين ليها.
وكاين كيقول لك في علم الطاقه راه الحوايج الا فاتوا عام وما تلبسوش راه ما محتاج ليهمش انت. ولكن بحال هذا العام مع هذا الشيء ديال الكونفينمون مع هذا الشيء ما كاينش اعراس تكاشطنا وجلالبنا اللي خيطنا راهم بقاو. ولكن هادو غتقول لي لا ما يمكنلاش نعطيهم، عندك الحق، ولكن جبدهم ونسوسهم ونبخرهم ها والبلاصه ديالتهم نمسحها بالماء والملح ونعاود نطويهم ونردهم لبلاصتهم. المهم كنحرك فيهم ديك الطاقه ما نخليهمش راكدين. كذلك بالنسبه للاحذيه، الاحذيه شي كيزيد على شي، نحيد القديم باش يجيني جديد. راه تيقول لك ما يمكنلكش تلقى جديد الا ما حيدتيش القديم. ثم العلاقات السامه، كيف قلنا العلاقات السامه اللي اداتني غادي نحيدها، ربما ذكرتها قبل قليل. المطبخ، وما ادراك ما المطبخ، الماعن 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 بزاف. كاين اطقم اللي ما بقاتش كامله نحيدوه، كاين اواني مشقوقه نحيدوها، وكاين اجهزه اللي ما كتخدمش، يا اما خاسره يا اما ما كنحتاجوهاش. هاد الاجهزه كتعطينا طاقه راكده وكتنزل البركه في المطبخ، يعني خصنا داك الماعن اللي كثار ما كنحتاجوهمش نحيدوهم، عطى الله اللي محتاج ليهم، ونخلي داك الشيء اللي انا محتاج، ونخدم دوك الماعن اللي غاليين ناكل فيهم انا. حنا عندنا داك الماعن اللي غاليين نخليهم للضياف، هذا هادي وهذا معتقد خاطئ. الصالون نفرش شحال ديال الفلوس ونخليه تيجيو الضياف. اذا نحاولوا حنا نستمتعوا في صالوناتنا ونخدموا الاواني ديالنا، والحاجه اللي ما عندنا بها غرض وهي زايده نعطيوها للناس، كاين الناس اللي محتاجين ليها. ندوز لمحفظات النقود البسطام. دابا لا شفنا بزاطم ديالنا غالبا تلقاو فيهم مثلا دوك التيكيتات ديال الطوبيس، ولا كنلقاو فيهم دوك دوك لي فاكتور باش كنتقداو، كنلقاو فيهم لي كارت كريدي اللي سالات الصلاحيه ديالها، كاين اللي مثلا فيها ان كريدي خصو ما يكونش. اذا المحفظه ديالنا من الافضل من الافضل نشريوها جديده، نشريوها جديده ونديروا فيها داكشي اللي مهم، ندير فيها الفلوس، هي دارت الفلوس فقط. كاين الناس كيديروا تصاور ديال الناس متوفين في المحفظه ديالهم، هذه طاقه الموت تنتخلصوا فيها لهاد الناس اللي متوفين الله يرحمهم. ما نديروش البسطام عندي وما نعلقش التصاور ديالهم في البيت، كتبقى طاقه الموت. كنديرهم في واحد الغطاء نقي مبخر مريح ونخبيهم في البلاكار ولا في شي بلاصه مخبيه. دابا كتدخل البيوت كتلقى التصاور ديال الناس متوفين، وهذا راه ما كيدارش، هذا الشيء راه فيه طاقات الموت. اذا رجع للمحفظه ولا البسطام، اذا ملي نقي ملي نشريو بسطام جديد تكون السلسله ديالو مقاده، نحاولوا الفلوس نديروهم بشكل تراتبي، مثلا من صغير لكبير. مثلا عندي 50 درهم 100 درهم 200 درهم، ندير 50 هي الاولى 100 عاد 200، وندير واحد المرايه صغيره تما، لان المرايه كتعكس. ما تنساوش ان راه واحد الوقت، ماشي واحد الوقت، الان البزاطم راه فيهم المرايات ومن زمان، حنا كنصحابوا هذيك المرايه باش نشوفوا فيها وجهنا. لا، المرايه كتعكس، المرآه تعكس، كتعكس الحاجه الخايبه وتعكس الحاجه الزوينه. حنا غندوزو للمرآه من بعد، انا جايه ليها من بعد. ثم هاد المحفظه هادي غندير فيها واحد واحد البيي، يعني واحد الورقه ماليه، وهذا الشيء راه خديناه طبعا من عند الاستاذه خديجه الدرعي اللي كنشكرها من هذا المنبر. هذا درنا عندها واحد تحدي ديال 28 يوم ديال الامتنان، وخديت منهم بعض الاشياء ضفتهم لهذا اللايف ديالي. اذا هذه الورقه الماليه سواء 20 درهم ولا 50 ولا 100 ولا 200، انت هذه ما تصرفش نهائيا، ولكن كنكتبوا فيها باللون الاحمر الدعاء. هذا الدعاء هو كالتالي، استاذه فاطمه غنكتبوا سبعه ديال المرات، عم الخلائق منه وفس. استاذه فاطمه، استاذه فاطمه انت كتسمعني؟ وي تنسمعك استاذه. عاودي مع 20 درهم، ورقه 20 درهم راه تقطع الصوت، عاودي وي كنسمعك سي حسن.
يلا عاودي لهم الورقات 20 درهم حيت كل شيء حطوط تسمعونا ماشي 20 لا دابا ورقه دابا خديتي لنا نموذج ب 20 درهم ورقه يا 20 يا 50 اللي بغى يا 100 يا 200 وي احمر نقيا الدبدابات ديالك يجيبوا لنا الفلوس كيعيطوا على الفلوس الدعاء هو كالتالي يا منان ذو الاحسان قد عم الخلائق من هو فضله سبعة ديال المرات ونخبيه في البسطان ديالنا ثم المرأة كذلك قد عم الخلائق من هو فضله دابا دابا نحطها لكم في 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 الصفحة في الجروب ان شاء الله انا غادي نعاود الدعاء يا منان ذو الاحسان قد منا الخلائق منه وفضله سبعة ديال المرات ستيل أحمر واش قد عم ولا قد عم بالميم بعد الشدة عم الخلائق منه منه وفضله منه, منه وفضله فاعل والمهم لغويا وتعبيريا ما كاين مشكل مقبوله من عندك يا استاذ بلاتي عمر مرحبا يلا تفضل يا استاذه كملي يلا فاطمه هذه بدايه المشروع على فاطمه نعمل بدايه المشروع ان شاء الله ياك نعم سيدي ان شاء الله واش معنا خديجه نعم لا فاطمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختي هادشي اللي قلتي لنا لاله خديجه لا اختي بغيت نقدر انا نتغيب على لاله فاطمه الله يحفظك الله يحفظك لاله خديجه بارك الله فيك تنشكركم على هذا المنبر على هذيك الدوره اللي درتي لنا التحدي في طاقه الامتنان 28 تبارك الله دازت رائعه 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 ولا لا معك لاله خديجه لا فاطمه ايوا اسحب لي لا لا فاطمه السلبية وهذه هي الأخطر هذه هي الأخطر هي المشاعر السلبية وهذه المشاعر كتجي من الأفكار أن المشاعر هي مرآة الأفكار هي مرآة الأفكار إذن هنا بغيت نعطيكم واحد القصة نعود لكم واحد القصة باش تشوفوا المشاعر باش تشوفوا باش تشوفوا المشاعر السلبية اش كدير حيت المشاعر السلبية هي مشاعر غير مرغوب فيها مشاعر ما كنحسوش بها بالأمان مشاعر تديرونجينا لبغينا نقوله ما تخليناش على راحتنا بحالاش بحال الحسد بحال الحقد بحال الغبن بحال عدم التسامح عدم الامتنان الخوف والحزن الدفين دابا نعطيكم واحد القصة حول ما حول التأثير السلبي للحزن الدفين هذا واحد هذه قصة حقيقية هذا واحد طبيب ألماني الاسم ديالو للأسف هو ريكي جيرد الدكتور ريكي جيرد طبيب ألماني يعني كان بخير ولا خير ما عندوش مشكل هو زوجة ديالو عنده مواليد عنده 17 سنة أنا مسافر واحد النهار في وسط اللي جاهم خبر أن هذا الوليد تقتل بالخطأ من طرف أمير هذيك البلد تقتل بالخطأ والغريب بعد استطاط والبروستات الرحيم عندهم علاقة بالإنجاب شكولي دار هاد الدفين وهو طبيب ويكرس الحياة دي خمسة وثلاثين سنوات يعني أنا
كاين سرطان الدم، كاين سرطان البروستات، كاين سرطان الثدي، كاين الى اخره. ولقى بان فعلا ان كل السرطانات هي كتجينا من المشاعر السلبيه، من التراكمات ديال المشاعر السلبيه. هذا فاطمة. إذا ف كنطلبوا من الله العفو والعافية لنا ولكم الجميع. إذا فهاد كما قلت هاد المشاعر السلبية هي مرآة للأفكار. تقريبا عندنا أفكار إيجابية وسلبية، السلبية راه كتدخل عندنا 80% منها كتكون سلبية. واحد جوج الكلاب حاجة كون في راسي صاحب الطاقة ديالي. اللي كنغدي شكون حال اللي كنغديو، الا غدينا الافكار الايجابيه بالطاقه ديالنا راه كتمشي مزيان. الا غدينا الافكار السلبيه بالطاقه ديالنا راه كنشد. اذا هذا اذا فكيفاش يعني بحالاش غنمثل لكم هذه المشاعر السلبيه؟ بحال عندك واحد البيت في السطح، اي حاجه ما باقيش بغيتيها وموسخه وخايبه كتحطها فيه، اي حاجه مهرسه كتحطها فيه، وكيبقى داكشي تراكم وتراكم، والغبره والغبره، وشي مهرس وشي طرى ليه رجلو وشي. هكاك المشاعر السلبيه، هكاك المشاعر السلبيه اللي كتولد عندنا ما يسمى بالايجو. شنو هو الايجو؟ هي الذات الغير حقيقيه، هي الذات عشان نقول لك المزورين صح التعبير. وفينا هي الذات الحقيقيه؟ كلها مغطيه بركام المشاعر السلبيه. إذا ما يمكن ليناش نستمتعوا بسنة جديدة إلا ما تخلصناش من هذه المشاعر السلبية. إذا اش قلنا دابا؟ قلنا أن المشاعر السلبية هي مرآة للأفكار، راه ما يمكنش شي مشاعر. نعطيك غير مثال بسيط، مثلا كنتي في شي ما دزتي مثلا ولقيتي واحد لاكسيدون مثلا، إذا بسرعة كتكون عندك إذا الفكرة راه كاينة أن راه كاينة هذيك لاكسيدون، كتولد عندك مشاعر ديال الحزن. كنتي في شي عرس ولا كنتي في شي حاجه راه كتولد عندك مشاعر ديال الفرح والسرور الى اخره. اذا اش غنديروا دابا هنايا؟ اول حاجه ننظفوا الافكار وننظفوا المعتقدات ديالنا، حيت راه المعتقدات كتجي من الافكار حتى هي، وبزاف الافكار اللي هنا هي راس الحربه كي تنقولوا حنايا، الافكار السلبيه. اش كنديروا هنايا؟ واشي راكم عارفين نتوما من خلال الدورات اللي دوزنا ومن خلال تبارك الله الوعي الذاتي اللي وصلنا ليه، كاينه تقنيه الحرق من احسن التقنيات في لمحو هذه الافكار. كناخذ ورقه وتنكتب جميع الافكار السلبيه اللي كتجيني باستمرار وكنحرقها. كذلك المعتقدات، المعتقدات عن الصحة الخاطئة، والمعتقدات الخاطئة عن المال، والمعتقدات الخاطئة عن الزواج، والمعتقدات الخاطئة عن العلاقات إلى آخره، كلها نكتبها ونحرقها. ثم قبل ما نمشي إذا باش ندوز للمشاعر، باش ندوز كيفاش غننظف المشاعر، أول حاجة قلت من بعد عملية الحرق كنديروا التأمل. التأمل يشفي النفوس، يشفي النفوس، كيصلح النفس وكيعطي الاطمئنان. اذا هذا التامل حنا غنشوفوه بعد قليل في واحد جوج ديال الجلسات الاسترخاء. وباش كما قلت باش غادي ننظفوا هذه المشاعر ديالنا بثلاثه ديال الطاقات، طاقه الامتنان وطاقه الحب وطاقه التسامح. وغادي نبدا بطاقة الامتنان. اذا قبل ما نعرف شنو هو الامتنان، كل واحد فيكم راه عنده تعريف خاص ديالو الامتنان، غير انا باش نقربكم اكثر غندير واحد التمرين غنديروه هكا غير شفاهي. هو كالتالي، وهذا كيتسمى بتمرين التخيل السلبي.
تخيل غمضوا عينيكم واحد شوية وتخيلوا معايا أنك فقدت شيئا مهما في حياتك. هذا مجرد تخيل فقط. إما فقدت وظيفة أو بيت أو شخص عزيز عليك أو أشياء أخرى اللي هي عندها قيمة في حياتك، عندها قيمة في حياتك. تخيل أنك فقدتي وحدة من هذا. دابا غتشوف ما هو إحساسك، كيفاش كتحس، كيفاش كتحس. السؤال الثاني، أشنا هي المعيقات اللي تخلقات عندك جراء هذا الفقد؟ كم غمضين عينيكم ياك تخيلتوا هذه المسألة هذه. دابا أشنا هو الشعور ديالكم ملي رجعتوا للواقع؟ الله، هاي كنتي كنتخيل ياك، ماشي بصح. إذن هنايا كلكم غتعطيو القاعدة أو تعريف ديال الامتنان. تصوروا معايا مثلا ضراتك يدك، ولا تهرسات لك يدك لا قدر الله، ولا تفدعات لك يدك، ولا تقطعت، الله يحضر السلامة وطلبوا من الله السلامة. ناخذوها كمثال، شنو هو الإحساس اللي غتحس به؟ إحساس سيء، مشاعر سلبية. شنو هي المعيقات؟ ما باقي تقدر دير سروالك ما تقدرش تلبسو، الحمد لله. إذن فالامتنان هو الحمد والشكر لله تعالى أولا، وللأشخاص وللظروف وللأشياء. لأن الله سبحانه وتعالى ملي قال لنا لئن شكرتم، ماشي لئن شكرتموني، لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني تشكروني أنا اللي والله ديالكم، تشكروا الأشخاص اللي كيسديو لكم خدمات، وتشكروا الظروف اللي وفرات لكم أشياء كثيرة، وتشكروا حتى الأشياء. نشكر المخدة ديالي، نشكر السرير ديالي، نشكر يعني الغطاء ديالي، نشكر المطبخ ديالي، نشكر كل شخص نمتن لهذه الأشياء هذه لأنها تسدي لنا خدمات. إذن فالامتنان هو سر من أسرار تجلي الأهداف، وهادشي راه غادي نشوفوا إن شاء الله ملي غادي نوصل داك التخطيط البسيط اللي درت لكم في الأخر. الامتنان هو النظارة الشفافة والنظيفة باش كنشوف أشنو عندي، شنو هما النعم اللي عندي. ولا بغيتو تشوفوا النعم اللي عندكم سيروا. كنشكر أخت نعيمة حطت واحد الفيديو هاد الصباح في الصفحة كيتكلم على هاد المسألة هادي. إلا بغيتوا تعرفوا النعم، احنا لسه احنا للاسف اللي عندنا واحد المرض سميتو التعود على النعم. سيروا للمستشفيات باش تعرفوا قيمه الصحه، سيروا للسجون باش تعرفوا قيمه الحريه، وسيروا للمقابر باش تعرفوا قيمه الحياه. اذا وهنا غادي نعاود لكم واحد القصه. علاش انا كنعتمد على القصه بزاف؟ لانك تتوصل العقل الباطن بالزربه، تقبلها العقل الباطن بسرعه. هذه قصة حقيقية وقعت في السعودية في واحد المصحة كبيرة فخمة، وكاين واحد سيكوريتي قدام الباب. شوية ويتقف واحد السيارة فارهة فيها الشيفور، واللور واحد الشخص نقي ولابس مزيان، والطوموبيل كما قلت لكم سيارة فارهة. اش قال هذاك سيكوريتي؟ قال ايه واش كما كنقول حنا بالدارجة تاعتنا، شتي الناس اللي عايشين مزيان، شتي ما شتي، ايوا حنا انا النهار كله وانا واقف على رجليا شحال كاع تعطيوني. شويه هو يخرج داك السائق هجبد واحد الكرسي متحرك وكيتعافر مع داك السيد باش يجلسوا في الكرسي المتحرك. وقد ما هذاك الشيفور دافع السيد في اتجاه الباب فين كاين سيكوريتي، تيبكي هذاك السيد ويسول السيكوريتي قال لي مالك يا شيخ اشنو وقع لك؟ قال لي هذه المره الثالثه باش كنجي لهاد المصحه باش نقطع الساق ديالي، قطعت في الاول القدم شويه الساق شويه دابا وصلوا ليا الفخذ، عندو الكركارينا او يسمى باصبع السكري، كل مره كيقطعوا ليه شويه وغادي وتيبكي وداه الشيفور. اش دار هذا السيد؟
الله عندي رجليا واقف بهم هنا نقف بهم الليل والنهار المهم عندي رجليا راه حنا ما كنتفكر النعمه حتى كنفقدوها اولا كنشوف شي واحد اخر فقدها عاد كن نتفكروا عندنا نعم وهذا هو المشكل ديالنا اذا قلت كان عندنا مرض صامت اسمه التعود على النعم تيقول لك عندما يمر اليوم بسلام لا يجب ان نراه عاديا بل هو نعمه اخرى اضيفت الى حياتنا يوم يخلو من الاخبار الحزينه والسيئه هذا اليوم لا يجب ان نعتبره عاديا بل هو نعمه من عند الله سبحانه وتعالى النعم هي هدايا قيمه من الله تنسعدوا بها في حياتنا الامتنان كيعطينا الرضا والرضا كيعطينا السلام الداخلي والسلام الداخلي كيبين لنا ان في كل قريه عرس والامتنان ما كيجيبش لنا غير السعاده بل هو السعاده نفسها اذا هنايا تيقول لك عندما تمتن كانك تعطي امر للكون باش يوفر لك داكشي اللي بغيتي والكون خالق الله سبحانه وتعالى المؤلفة الشهيرة لويس هاي الأمريكية معروفة ألفت واحد الكتاب سميته الامتنان أسلوب حياة الامتنان أسلوب حياة كيفاش غنجعلوا الامتنان أسلوب حياة هنايا ما معنى أسلوب حياة خص يكون معنا ديما كنخدموا به دائما إلا بغينا الله يمن علينا بالخير كناخذوا عندنا واحد الخدمه غنديروها الصباح وخدمه غنديروها قبل ما ننعسوا عاد لاش حاجه سميتها دفتر الامتنان وهذا دفتر الامتنان دائما ننفق الصباح قبل ما نوقف تنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله حليت عينيا وتنشوف الضوء وتنسمع الاصوات ديال الطيور وغادي نوقف على رجليا باش نقضي الاغراض ديالي تناخذ داك الفطير وتنكتب فيه 10 ديال الحوايج كنمتن ليهم من بعد الله سبحانه وتعالى يكفي انك تفيق كما قلت وعينك تيشوفوا كتنفس يعني كتب 10 وكل حاجه متنيت ليها نقول علاش تنمتن البصر ديالي نعمه البصر لاني كنشوف الالوان وكنبتهج بالحياه كنمتن الفراش ديالي لاني كنحس بالراحه وبالدفء فيه وهكذا يوميا خذوها يوميا تالي ما قدرش يكتب ما الكتابه الافضل يرددها شفويا وفي الليل قبل ما ننعس كنديروا تايا ناخذوها عاده ما يسمى بالحجر السحري اما شي تيهما صغيره ولا شي تسبيح من دوك التسابيح الصغيرين اللي كيدلو على اليد هكا صغير شي حاجه تكون قبضه اليد تكون كرابط شنو هو الدور ديالو قبل ما ننعس كنديرها في يديا هكا وكنمرر الشريط ديال اليوم ديالي ونشوف شنو هما الحوايج اللي دازو زوينين فيه هتقولي واشي نهار كيكون خايب ولا بدا كتكون فيه اشياء جميله يكفي انك كتنفس يكفي انك كتمشي يكفي انك يعني كتقضي الاغراض ديالك بوحدك يكفي 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 بزاف الاشياء وقد ما انت كدير العمليه الا اليوم الاخر تيكون افضل واليوم الاخر تيكون افضل لان قلت لكم الكون دبدبي شوف انت اش كتعطي للكون غيجيب لك بحال اذا خذوا الامتنان ك نمط حياه او كاسلوب حياه ثم كندير واحد التمرين بالزربه باش ان شاء الله ندوزوا للطاقه اخرى وغندير لكم واحد جلسه استرخاء باش تسرحوا فيها شويه كما قلت الامتنان كنمتنوا بزاف ديال الحوايج من بعض الله سبحانه وتعالى كالامتنان يعني كنمتنوا المال ديالنا الخدمه ديالنا الوليدات ديالنا كما قلت الفراش ديالنا العلاقات الزوينه اللي عندنا الازواج ديالنا امور كثيره انا اليوم في هذا اللايف هذا غادي نقتصر على شكر الناس كاين الناس كيسديو لينا خدمات خاصنا نشكرهم واخا كنخلصوهم خاصنا نشكرهم وهذا التمرين غنديروه على جوج ديال عندك اختيارين يا اما انك تواصل مع هاد الناس بشكل مباشر وتشكرهم
وركز واستشعر السعادة. قد ما داك تشوف السعادة في وجه هذوك الناس هذاك راه امتنان. كذلك إلا ما قدرتيش تمشي عندهم يمكن تخيلوا ولا كانوا بعاد ولا شي حاجة، دير عملية التخيل، أنك تخيل واحد عشرة ديالنا كيسديو لك واحد الخدمات، منهم المساعدة في البيت، منهم مثلا يعني داك عامل نظافة، منهم مثلا سيكوريتي اللي كيحضر لك مثلا السيارة ديالك، منهم طيابة الحمام، منهم واخا هاد الناس كنخلصوهم ولكن راه كيسديو لينا خدمات. إلا ما كانوش كيوقع لنا حنا مشاكل، كيوقع لنا خصاص. إذن ملي تخيل وركز على التخيل كيفاش غتكون ردة الفعل ديال هاد الناس. قد ما هما سعداء رانتا خدمتي بالامتنان. إذن هادو هذا تمرين بسيط جدا. وتقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذن خصنا نشكروا الناس باش يعني نشكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة لطاقة الامتنان. غادي ندوز لطاقة التسامح. إذن هادو هما الطاقات اللي غادي يغسلوا لنا الزحل ضروري. والتسامح ما كيقبلوهش الناس، صعيب عليهم. وهاد الناس ما تعرفوش بأن راه التسامح يطهر القلوب، يحرر النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على النفس ديالنا. إذا هنايا هاد المشاعر السلبية اللي أنت كتحملها تجاه واحد الشخص ولا أشخاص أدوك، هاد المشاعر السلبية راه كتضر في دماغك أنت ماشي في دماغهم هما، كتحرقك أنت في قلبك ما كتحرقهمش هما، كتاخذ من الطاقة ديالك وكتاخذ من المشاعر ديالك، ما كتاخذش من عندهم هما. إذا حاول باش تحرر من هاد الأثقال واستمتع بالحياة. وهنا كذلك غادي نعطي واحد تمرين بسيط على جوج المرات، غنشوفوه واقعيا وغادي نشوفوه في جلسة الاسترخاء. غادي تاخذ واحد الجريقات ياك، وغادير رسالة رقم واحد ورسالة رقم اثنان. غتشوف الشخص، غيكون الناس هذوك كتاه، غتشوف واحد اللي اداك تركز عليه، داك اللي اداك واحد ادا كبير ما قدرتيش تسامحو، وفين ما تفكرتيه كتحضر، هاكا نقول فين ما تفكرتيه كتحضر المشاعر السلبيه اللي كتاكلك وكتحرقك. غتكتب في الرساله الاولى، انت غتكتبها ليه: الى فلان، وقول كاع داك الشيء اللي ما قدرتيش تقولو ليه، درتي ليا وفعلتي ليا وظلمتيني ودرتيني وشوهتيني وقلتي فيا ودرتي ليا وهذا وهذا، كاع داك الشيء اللي انت ما قادرش تقولوا لي كتبوا لي، ودير سميتك في التحت امضي. الرساله رقم اثنان كتكتب كانه هو اللي كاتب لك الرساله، رد عليك على الرساله ديالك بداك الشيء اللي انت بغيتي، من اعتذار ومن كيطلب منك المسامحه وتعتذر منك وبغى يجي يتسامح معاك، وكتكتب سميتو في الاخر وتوقع في بلاصتو. هادو جوج الرسائل تنحرقوهم وكيمشي كلشي. وهنا كما قلت الطريقه الثانيه يديرها لنا السي حسن، هاد جلسه الاسترخاء فيها جوج، فيها الامتنان وفيها التسامح. قبل ما نبداو السي حسن، نبغيو هاد الناس الحضور الكريم يحاولوا يجلسوا واحد الجلسه مريحه، ويعني لا لابسينش حاجه مزيره ينفسوها عليهم شويه، ويجلسوا واحد الجلسه ديال الجسد مفتوح، يا اما يتجبدوا يا اما يجلسوا يحلوا شويه، يبعدوا رجليهم على بعضهم البعض، ويديروا ايديهم فوق رجليهم وكفوفهم للسماء باش يستقبلوا الطاقة النورالية ديال الله سبحانه وتعالى. ونتمنى هذه الجلسة تريحكم ولو قليلا. تفضل سي حسن. صافي.
صافي سي حسن. بلاتي استاذه بلاتي نجبدو نزلو الفيشي. الان غادي نديرو جلسه تامليه. جلسه استرخاء بعنوان كوكبه الحب اللي غادي نسمعها طاقه الحب. صوتيك معايا في الذاكره؟ صوتيك معايا. ماشي طاقة الحب السي حزان، التسامح عافاك. ما عنديش تسامح. الفيديو اللي صيفط لك. ثاني ولا الأول؟ لا الأول تسامح. لو عاودت صيفطي لي هذاك تلقى كاع ما تشارجي هذاك، عندي التسامح بلاتي أستاذة. عاودي ما يمكن ليكش تلقي من تما؟ غادي نشوف إلا ممكن واخا. شوفي إلا كاين صيفطي لي دابا نطلقو أنا ما عنديش إشكال. لا واخا نطلقو نيت أنا ماشي مشكل. غير استعدوا الإخوان. وجدوا الاسئله ديالكم السيده كرام ان شاء الله مورا اللقاء ديال الاستاذه فاطمه نوجدوا لها اسئله ما عصرهاش شي شويه. كتسمعوا السيدات والسادة كتسمعوا؟ وي تنسمعوك دابا السيدة والسادة. ولكن حيدي في الكرو ما كيبان لينا والو. لا الكرو ما كاين حتى شي حاجة، حنا نديرو في الكرو ندير لكم جلسة الاسترخاء. لا تما غير غمضوا عينيكم، غمضوا عينيكم وتصمتوا. لا فاطمه واش اليدين ديالنا يكونوا كي قلتي لي الكف في السماء ولا بحال هاد الصوره؟ المهم يكون جلسه استرخائيه واخا تكونوا مسرحين مستلقي على السرير ديالك. فوالا حيت قالت لك يكون بيديكم. شكرا سي حسن. رجلين ونهار وبنادم يكون مرتاح ما يكونش جالس في كرسي. شكرا شكرا سي حسن. بلاتي نعاودوا. الله الله انا غنقول من نفسي نمشي مربع وغادي غادي نفخ في البطن ديالي ومن بعد كنخرج الهواء من فمي وكندخل البطن ديالي.